يكون في بعض الأيام وبسبب القلق والتفكير أعيد الصلاة حيث لا أدرك إلا جزءا يسيرا منها، ما الحكم؟ ما أفهم. مش أكيد. يقول بارك الله في بعض الأيام وبسبب القلق والتفكير وأثناء أعيد الصلاة، يعني ما ينسى أن يصلىها مرة ثانية، حيث لا أدرك إلا جزءا يسيرا منها، ما الحكم؟ يقول أحيانا كيف ما يدرك هو الآن؟ هو في الواقع يقول إن عنده تفكير. عنده التفكير وعنده يعني، فهو يظن بأن عدم وجود ذكر الصلاة وما يتعلق بها هذا مؤثر عليه، فهو يقول ما الباقي كله هواجيس ولا بقي من الصلاة إلا شيء قليل هو الذي أدرك فيها. فعلى كل حال يعني في مثل هذا أعاد الصلاة، جزاه الله خير على كل إعادة إن شاء الله تعالى، إن كان صلاته فيها شيء من النقص والخلل فقد جاء بما إن شاء الله تعالى يرفع هذا النقص والخلل بإعادة صلاة جديدة، وإن كان صلاته ذا فتكون صلاتها المعادة سنة. نعم، يعني لا يلزم الإعادة يا شيخ. لا يلزم الإعادة لأنه على كل حال يعني الآن قام بأداء الصلاة في 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 قيامها وركوعها وسجودها والأذكار الواجبة في حركاتها، وفي نفس الأمر نفس يعني كون أنه يقول والله أنا أجاول أعمال الصلاة بحركاتها وأقوالها وأفعالها، ولكني ما يعني عندي آراء عندي أفكار وعندي هواجس وعندي كذا. فالذي يظهر الله أعلم أن ما فعله مجزئ عنه، ولو كان عنده كل مع الأسف الشديد مجموعة كبيرة من المصلين ما يعني يكون عنده من الأفكار والتوجسات ونحو ذلك ما يجعله في شيء من على كل حال يعني الغفلة عن الخشوع في الصلاة والتهيؤ للصلاة حقيقة. فالحاصل لا يكلف الله نفسا لوسها.